كده. الدور النهائي جمع المنتخب الايطالي بالمنتخب البرازيلي، وكانت المقابله انتهت بالتعادل 0-0 بعد تمديد الوقت، لكن بفضل الركلات الترجيحيه يفوز المنتخب البرازيلي بنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين ويتحصل على كاس العالميه الرابعه. في هذه النهائيات روماريو خاض 7 مقابلات وسجل 5 أهداف، في حين بيبيتو سجل 3 أهداف. فرانكو فرانكو مازينو وتمريره لروماريو، روماريو وباليوكا جلوكا باليوكا والباليوكا يتصدى وباليوكا يتصدى لتسديد باليوكا ويسجل روماريو، تصطدم بالعادوريا التنفيذ ويسجل برانكو، يضيع ضربة أمام باليوكا ويسجل، ودونجا يسجل، سن أرانتس دونجا شيمينتو لمية الرابعة في تاريخه. إذا المنتخب البرازيلي يرفع الكأس العالمية رقم 15 في تاريخ كأس العالم.